يا مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي برنامج عيش الواقع. الحقيقة أنا جاي النهاردة عشان أسلط الضوء على موضوع مهم جدا كلنا للأسف منشغلين عنه ومش مهتمين به، وفي الفترة الأخيرة زادت نسبة أطفال الشوارع والمشردين في الشوارع المصرية، ودي حاجة تحزن جدا لأن الأطفال دي تستحق المساعدة وكل الحب والاحتواء. اللي زيهم عايش حياته بيلعب ويتعلم ومبسوط وسط أم وأب، لكن للأسف اتحرموا من ده بسبب التفكك الأسري والجواز غير الشرعي وفقدان العائل وغياب دور الأسرة وحاجات تانية كتير بتكون سبب في ازدياد نسبة تشرد الأطفال في الشوارع. والأطفال دي بتعاني كتير في الشارع، والمعاناة دي بتخلق جواهم كره وغل، وبتوصل بيهم انهم يسرقوا ويقتلوا ويبقوا تجار مخدرات. طيب نساعدهم ازاي وايه الحل وازاي نتعامل معاهم ونساعد الدولة في الحد من انتشار هذه الظاهرة؟ هنعرف كل ده من ضيف العزيز المحامي بالنقد الاستاذ امير متولي. اهلا بك يا استاذ امير. اهلا وسهلا استاذ عبد السلام. اهلا وسهلا، شرفت بحضرتك يا فندم. انتشار اطفال للشوارع وزياده اطفال المشرده بقت زادت كتير في الفتره الاخيره يا استاذ امير، يا ترى ايه السبب من وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اطفال المشرده في الشوارع نسبتها زادت، مش في مصر بس حضرتك، النسبه دي نسبه عالميه، وصدقني مصر بتحاول كتير انها تحد من الظاهرة دي، لكن اسباب ازدياد الظاهرة دي طبعا بيكون عندنا غياب رقابة الاهل والمجتمع. يعني الاسرة الصغيرة، لو كل اسرة صغيرة شدت على عيالها وخدت بالها منهم ورعتها واهتمت بيهم، مش هنلاقي عندنا اي انفلات من الاطفال الصغيرة دي اللي تبقى بعد كده اطفال مشردة في الشوارع. فبتبدأ من الاسرة، عايز اقول لحضرتك بتبدأ من الام، لان الام هي نواة كل مجتمع. الام والاب والاسرة الصغيرة دول لما يهتموا باولادهم كويس جدا، مش هنلاقي نسب زايدة مرتفعة لاطفال الشوارع المشردين في الشارع. فالنسب دي بتزيد عشان غياب دور الاهل في التربية ورقابة الاهل. ممكن برضو الهروب من المدارس بيشكل نسبة كبيرة، ان الطفل لما يروح المدرسة ويهرب منها بسهولة ويسر مع مجموعة من اصدقاء السوء، فيبدأ شيئا فشيئا بقى يتعرف على الناس اللي مستوطنة الشارع، فيبدأ يكتسب منهم عادات سيئة، يعني لحد ما هيبقى في الأول وفي الآخر طفل من أطفال الشوارع المشردة زيه. هو دلوقتي معاه أسرة وبيهرب من المدرسة، هيهرب من أسرته وهيهرب من المدرسة. فغياب دور رقابة الأسرة والأهل، الهروب من المدارس، التعليم ما عادش فيه الرقابة بتاعت زمان. زمان كان اللي يتأخر عن جرس المدرسة أو عن طابور الصباح دقيقة واحدة كان يبقى فيه قصة. تعالى دور النهارده حضرتك في المدارس كده وشوف كشف الغياب وكشف الحضور، وبعد موضوع الكورونا اللي حصل من سنه ونص ده ما عادش فيه بيتهيألي حضور بالشكل المكثف بتاع زمان. المدارس كانت لما العيال وبتعلمها وبتربيها، مهما كان دور المدرسه ضعيف الا ان هو بيحمي الطفل من الشارع. الشارع شيء صعب جدا على الطفل يا استاذ عبد السلام. الظاهرة دي ظاهرة تشرد الأطفال، أنت حضرتك اتكلمت عن دور التربوي. دور التربية دي نقطة من أسباب كتير تانية، يعني مثلا أنت بتتكلم ده في العائلات المستقرة، احنا بنتكلم بصفة عامة. يعني أنت حضرتك بتمشي في الشارع بتشوف أطفال كتير في إشارة، بتشوفهم بيناموا تحت الكباري، تمام؟ دي احنا بنتكلم عن الأطفال دي، الأطفال المشردة اللي هي بلا مأوى، بلا أب، بلا مأوى، بلا أم، تمام؟ حضرتك احنا ممكن نقول في اسباب تانية برضو مش هنعرف على حضرتك قلته. في مثلا اب بيسافر بيسيب مثلا الام لوحدها بتربي اطفال، فده برضو بيخلي الطفل ممكن ينحرف. ممكن مثلا ام مطلقه، تمام؟ حاجات تانية كتير. طب حضرتك مثلا انا دلوقتي ماشي في اشاره او راكب عربيتي او حد بيمد ايده ليك، اديله ولا ما اديلوش؟ والله الاطفال اللي بتقابلك في اشارات المرور تطلب حاجه لله او يمسح عربيتك او في ناس بتبقى بتقول لو هو ماسك فوطه وهيمسح العربيه، طالما هيشتغل يمسح العربيه مفيش مانع ان انا اديله 2 جنيه، اديله 5 جنيه، اديله اللي ربنا يقدرني عليه. اما اللي جاي بيتسول وش صريح ده، في ناس بيبقى عندها راي ان انا ما اديلوش على اساس ما ساعدوش ان هو يروح بحصيله دخل كبيره، فيبقى انا كده بشجع التجاره دي، بشجع تجاره التسول وبشجع الاطفال المشرده انها تزيد، لان الناس دي ما بتبقاش لوحدها. انا عايز اقول لحضرتك لو في مثلا 100 طفل، يعني ده رقم وهمي، مثلا 100 طفل موجودين في الشارع، ورقم اكبر من كده بكتير، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في 15% بس منهم اللي بيبقوا غير تابعين لمنظمات وتجمعات على المستوى الصغير. يعني ممكن تلاقي كل منطقه شعبيه، كل كوبري،
كل اشاره. انت تحديدا مع الناس يعني انت تديله ولا ما تديلوش؟ انت عن نفسك تديله وتشجعه ولا ما تديلوش؟ انا عن نفسي بديله مثلا جنيه، اديله 2 جنيه، اديله اي حاجه لو موجودين معايا قريبين من ايدي، بحيث ان انا ما ابقاش ربيت سائل. في ناس بتبقى ساعات تيجي تطلب بعنف شويه، تلاقيه مثلا بيخبط عليك الباب ازاز العربيه مش عارف ايه، ويوقفك عنوه في الطريق عشان يطلب، ده ما بدلوش. طب لان حضرتك محامي معانا هنا، حضرتك دلوقتي وليكن طفل سرق محفظه، سرق تليفون وجري واتمسك تمام وراح اسم البوليس تمام، هل ده بيتعامل زي سرق سرق تاني في حاله عاديه، ولا ده بيبقى له استثناء عشان ده طفل بلا اهل بلا مأوى او طفل مشرد؟ هو كسارق هو سارق، لكن ظروف كل واقعه هي اللي بتفرض المجتمع يتعامل معاها ازاي، او اسم الشرطه يتعامل معاها ازاي. يعني لو طفل مشرد اقدم على عمليه سرقه ودي كانت السابقه الاولى له او الحاله الاولى له، المحضر نفسه القائمين على تحرير المحضر بيراعوا الكلام ده وبيثبتوا عندهم ان هو بدون سوابق، بعكس ما يبقى دي الحاله رقم 150. انا كل شويه ده مهنتي بطلع اسرق، ده حرامي وده حرامي، لكن هنا القائمين على تحرير المحضر والنيابة العامة وقاضي الموضوع اللي بيفصل في الدعوة، أكيد ظروف كل دعوة بتفرق عن غيرها. يعني اللي سابقة أولى غير اللي السوابق، اللي ألجأته الظروف إنه يعمل حاجة زي كده، وقد يكون 4 أيام حبس ياخدهم في النيابة، قد يكون مجرد عرضه على اسم الشرطة بيمثل تهديد ورادع كافي أن لا يعود مرة أخرى لارتكاب مثل هذا الفعل، ده ممكن المحكمة بتراعي ظروفه، النيابة بتراعي ظروفه، أما الإنسان المعتاد على مثل هذا الفعل الإجرامي، أنا متصورش إن في حد بيراعي ظروفه، بل بالعكس بيراعى إن هو راجل ذو خبرة وصاحب سوابق في هذا العمل، فمن وجهة نظر الضعيفة، طبعًا القضاء هو صاحب الرأي الأوحد في كل واقعة بتعرض عليه، لكن من وجهة نظر الضعيفة إن الحالات دي بتمثل يعني زياده في العقاب. بيقولوا على مستوى العالم حوالي 25 مليون طفل مشرد، وعلى مستوى مصر نسبه تقريبيه بيقولوا 30 ألف طفل مشرد. هل انت شايف ان النسبه اللي في مصر دي 30 ألف هم نسبه مظبوطه؟ والله الاخبار العالميه والبيانات والاحصائيات، انا اتصور ان ساعات بيبقى فيها فرق في الحسابات، لكن 30 ألف طفل مشرد في مصر ده صدقني عدد زهيد جدا، يعني عدد قليل جدا قصاد العدد الحقيقي اللي موجود في الشوارع، واحنا في برنامج عيش الواقع، فالواقع بيقول ان 30 ألف دول ممكن يبقوا في القاهره والجيزه بس. 30 ألف دول ده احصاء 2017، يعني قبل ازمه الكورونا، ولما كنا بنتكلم عن ظاهره الاطفال المشرده واطفال الشوارع بنقول ده في ظل الحياه المستقره اللي كان التعليم منتظم وكان كل الطلبه بيروحوا في مواعيدهم. دلوقتي تقريبا معظم السنه الطالب في البيت، فتقريبا النسب بقت في ازدياد رهيب. يعني احنا في بدايه الحلقه اتكلمنا الهروب من المدارس، الوقت اصلا ما فيش مدارس، الوقت الطفل قاعد في الشارع تقريبا 24 ساعه، فالنسب بقت اضعاف كتير. تفتكر يا امير الاسره والتحكم الزايد وما اعمل ده ما تعملش ده بيأثر وبيزيد النسبه دي؟ هنلف نلف ونرجع للاسره تمام، برضه هو نواه المجتمع الاسره اكيد طبعا. فالاسره حضرتك عشان تقول لي عشان تقول ان زياده الرقابه في الاسره على الطفل يؤدي ان الطفل يهرب من البيت ويبقى في الشارع، انا مش مع الاتجاه ده طبعا. ما احنا أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول علشان يا جماعه نخلي كل حد بيشوفنا يبقى فيه احتواء للطفل، لان الطفل لو انت اتحكمت يعني لو فيش لغه حوار بينك وبين الطفل وقلت له اعمل ده وما تعملش ده، حتى لو هو في مصلحته بيبقى طول ما ابوه زي ما كنا بنشوف الافلام بيبقى طول ما ابوه قاعد في البيت عينه على الباب عاوز يجري، بيحس ان الشارع بقى حنين عليه. فاحنا بنتكلم على عشان اي حد بيشوفنا لازم يبقى في لغه حوار بينك وبين ابنك، بينك وبين بنتك، طول ما انت قاعد في البيت ولادك ما يحسوش اللي انت حابسهم في البيت. دي اللي انا حبيت ان انا اذكرها عشان النقطه دي. لو حضرتك بتتكلم عن عنف اسري، العنف الاسري ده بيختلف عن رقابه الاهل، رقابه الاب والام. اي اب واي ام مهما حاسب ابنه او مهما وجهه او مهما عاقبه، صدقني هو بيعاقبه من منطلق ان هو اب او ام، بيكون حنين ورؤوف على ابنه.
لكن الحالات الفردية اللي هي بيبقى فيها عنف أسري، اللي تلاقي أب يضرب ابنه ويعذبه بشكل يخلي الولد يهرب من البيت عشان يروح يبقى في الشارع تحت كوبري مع أصحابه الفاشلين المتشردين، ما تصورش إن دي دي ده جريمة. العنف الأسري ده جريمة. الحالات العادية أو كل الأسر مش بيبقى فيها عنف أسري، بيبقى فيها رقابة وتوجيه. وصدقني أنا وإنت إذا ما كناش لقينا التوجيه الصح من أبهاتنا ومن أهالينا، ما كانش زمان الإنسان بقى لحد ما فرد صالح في المجتمع. رقابة الأب مطلوبة يا أستاذ عبد السلام. الأب لازم إزاي نقلل من انتشارهم، وإزاي نخليهم نستغل الأطفال المشردة والأعداد الكبيرة دي ونخليهم أطفال صالحين في المجتمع؟ أنا عايز أقسم الإجابة لقسمين. القسم الأول اللي هو الشق الثاني من السؤال، إزاي نستفيد منهم. أنا عندي أطفال متشردة دلوقتي ومشردة وموجودة في الشارع. دور الدولة بداية كده إن هي تحصرهم. أنت حضرتك لو رحت تصور بتليفون تحت أي كوبري، يا الناس هتجري يا الناس هتطلع عليك، تلاقيهم بيتخانقوا معاك يعملوا معاك مشكلة. الشرطة لازم، والشرطة بتعمل مجهودات كبيرة جدا على فكرة في موضوع التسول وموضوع أطفال الشوارع. مش شرط تاخدهم تعمل لهم محاضر يتحبسوا فيها. لا صدقني، احنا عندنا مؤسسات مجتمعية تابعة للدولة. الشرطة لما بتقابل أطفال من الأطفال المشردة بيتم إيداعها دور الرعاية، ده طبقا للقانون، ومحضر بيعرض يتعمل في الشرطة، يعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام، بيتم تحويل للطفل لإحدى دور الرعاية. يعني اللي بيتمسك من الشارع والشرطة تاخده مشرد بلا أهل بلا مأوى بيتم إيداعه إحدى دور الرعاية. ده قانون بيمشي، الدولة مخصصة الكلام ده، بس يمكن الناس في الشارع ما تاخدش بالها من الكلام ده بالحكم ان الحمد لله على المستوى المحيط من كل واحد بيحاول يحافظ على أسرته وأهله وبيته وجيرانه. لكن الأطفال المشردة اللي موجودة في الشارع دول لما بيتقبض عليهم دول بيتم إيداعهم في دور الرعاية لما مش بتلاقي لهم أهل. إذا كان لهم أهل فورا بيتم استدعاء ولي الأمر وتسليم الصغير لولي أمره، ويمكن في إجراءات بتبقى أخذ إقرار على ولي الأمر بحسن رعاية الطفل وحسن وعدم إهماله، ويبقى في إجراءات الدولة بتاخدها بس إحنا مش بنحس بيها لأن الحاجات دي ما بتحصلش. يعني ما بتحصلش في حاجات قريبة مننا، بنسمع عنها وظاهرة موجودة لكن مش موجودة في المحيط القريب لينا، فعشان كده المجتمع مش مطلع عليها قد كده. ده بالنسبة نستفيد منهم إزاي نحاول نحد من انتشار الظاهرة دي. أنا متصور إن أطفال الشوارع المشردة اللي موجودة دلوقتي موجودين، دي نسبة موجودة اهي، المشكلة في الزيادة. في كل يوم بيعدي علينا بيتولد طفل جديد، ممكن لظروف تربيته ونشأته إهماله أي ما كانت الظروف. على ذكر طفل مولود جديد، أسرة لقت طفل مثلا، طفل ليل زي ما بيقولوا أو طفل قدام البيت، بنسمع أسرة لقت طفل، وفي ناس يقول لك احنا عاوزين نتبنى الطفل ده، يعملوا إيه علشان يتبنوا الطفل ده؟ في حالات كتير مثلا ما عندهمش أطفال، لو الطفل ده قال لك احنا عاوزين نتبناه، ده بيتقدم بطلب رسمي لدور الرعايه. اصل الطفل ده لقوه ما بياخدوهمش عندهم البيت، سلموا له الشرطه زي ما قلت لحضرتك، الشرطه بتعمل محضر بتعرضه على النيابه العامه، النيابه العامه بتامر بايداع الطفل في احدى مؤسسات رعايه الاطفال. هم بيتقدموا بطلب بقى لوزاره التضامن الاجتماعي للشؤون الاجتماعيه في اجراءات محدده القانون افصح عنها. اللي بيحب يتبنى طفل بيتقدم بطلب، يتبع اجراءات معينه يتاكد ان هو فعلا بدون يعني أهل. مش شرط الطفل ده، ممكن يعني قصدي حضرتك اللي عاوز يتبنى طفل يروح وزاره التضامن الاجتماعي. اتفضل، اهلا وسهلا. ان الدوله مجهزه كل المرافق موجوده لرعايه الاطفال المشردين اللي بدون تبع وزاره التضامن الاجتماعي، تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه او وزاره التضامن الاجتماعي، واللي هيسال هيبقى في اجراءات معينه هيتقدم بيها، وممكن سعادتك يتابع مع البرنامج. هسيب البيانات كاملة في الإعداد معاك. تمام. أنا بس أستأذنك عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا في السؤال اللي فات، إزاي نحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع المشردة. لو أنا من وجهة نظري لو الدولة التجأت إن هي تطلع تستخرج هويات للأطفال من سن 6 سنين اللي هو سن المدارس، ويبقى معروف عليه ده كارت تحقيق شخصية للطفل، معظم الأطفال ما بتبدأش تقبل على ترك الأسرة غير من سن بعد 6 سنين 7 سنين. لو هو له هوية، خاصة الرقم القومي موجود دلوقتي، طفل بيتولد له رقم قومي، فلو احنا حفظنا على الأطفال اللي اتولدت في أسرة بيانات يا أستاذ أمير، يعني الأطفال المشردة دي ملهمش بيانات، يعني نبدأ إزاي؟ يعني حضرتك بتتكلم عن هم ملهمش بيانات،
تمام. نبدا بازاي؟ انت انا بتكلم على الجزء اللي كان له اهل وكان له عيله وسابها وقعد، انا الحقه من البدايه، انا الحقه اعمل له هويه تعارف، يبقى عندي هويه بصورته ببياناته تتجدد كل سنتين ثلاثه على حسب سرعه تغير شكل الطفل. لما طفل من الاطفال دي هيبقى هقابله في الشارع تحت كوبري، مجرد ما اخده واحط وشه كده على جهاز كمبيوتر هيطلع لي هو الهويه بتاعته، ده فلان ابن فلان. انا هحارب، انا هبدا من البدايه، من البذره، من الاسره وهي موجوده، وعندك طفل 5 6 سنين اطلع له هويه، لما يبقى عنده 9 سنين 10 سنين ومشرد هيبقى انا عارف، انا كدوله هبقى عارف. سيبك بقى من الاطفال يعني اللي هم حضرتك بتقترح على الدوله، مقترح على الدوله يعملوا هويات او بطايق زي بطاقه التامين الصحي كده كان اطفال من سن 5 6 سنين. تمام. وبرضه احنا بنقترح على الدوله اللي هي يبقى وزاره التضامن الاجتماعي دور فعال، ويعملوا مؤسسات تحل المشاكل الاسريه بجد. عايز امير يعني مثلا انا برضه حضرتك تقول لي رايك في الاقتراح ده، اللي مثلا يشوفوا مؤسسات تقلل الخلافات الاسريه. موجود بالفعل يا فندم، يعني تقلل تصويت المنازعات الاسريه، يعني في مكان موجود، يعني كل حاجه موجوده. انا مع مراتي مثلا يعني او متخانق ممكن اروح في اخبط على اروح في مكان موجود، لان انا اروح اقول لهم انا زعلان وزي. انا بتكلم في الخلافات الاسريه، ده موجود فعلا؟ لا انت اذا كانت زعلان وعايز حد يدخل، انا بقول مؤسسات تساعد من الحل من المشاكل الاسريه اللي بتأدد على اللي بتوصل الاسره للطلاق. ممكن يعني اساس التشرد الاطفال زي ما حضرتك قلت في البدايه، وانا معاكم مش مختلف، الاسره والتفكك الاسري والطلاق. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم، حضرتك بنتكلم في علاج بعد ما المشكله، بعد ما الطفل طلع. انا بقول ان احنا قبل ما المشكله تتعمل بنتكلم في البدايه خالص، ما نوصلش الاسره للطلاق، ما نوصلش الاسره للانفصال، ده موجود؟ كل ده موجود يا فندم، مكتب تسويه المنازعات الاسريه موجود في كل محكمه، بيحاول يحل المشاكل ما بين الزوجين قبل ما يقدموا على ان هو ترفع دعوه نفقه حتى كمان، يحاول يحل الموضوع ودي، كل حاجه موجوده. طب لو في طفل مشرد بيشوفنا، او في طفل وصل لسن المراهقه او عاوز يطلع بطاقه، عاوز يبدا الخطوه الاولانيه، يعمل ايه؟ هتوجه لاقرب قسم شرطه اذا كان هو يعرف اهله، اذا عارف ان هو له اب. لا هو ملوش، يعني مثلا طفل ملوش اي حاجه، هنفترض مثلا ناتج طفل جاي عن علاقه غير شرعيه، اترمى في الشارع، مظبوط، مفيش اسره تبنته، بقى في الشارع تحت الكباري زيه زي الناس اللي موجوده. تمام. في حد مسؤول عن تشغيلهم في التسول، في حد مسؤول عن تشغيلهم في اي مهنه مهينه للاطفال. انت بتسال حضرتك ازاي يقدر يطلع بطاقه، توجه لاقرب اسم شرطه، يبدا يقول انا مش عارف اهلي، هيبدا اسم الشرطه ده بيعرضه على مكتب الصحه، بيحدد سنه تقريبا قد ايه، بيبداوا يعملوا اجراءات بحث وتحري على ان هم يساعدوه انه يوصل لاهله، اذا وصل لاهله بيكون خير، اذا ما وصلش لاهله في اجراءات مخصصه لان هو يتم استخراج بطاقه تحقيق شخصيه له، اي هويه يمشي بيها، ورقه بياخدها مختومه من مكتب تضامن اجتماعي ان هو جاري في اجراءات توصل او التعرف على اهله، او ان هو هويه معينه، المهم ان يتم حصره، يبقى انت عارفه وعارف له مكان بيقيم فيه، وطالما جالك يعني انت انتشلته والدوله انتشلته من الشوارع ومن تحت الكباري، بقى موجود في احدى دور مؤسسات الرعايه. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك ان تشرد الاطفال مرتبط بسن 18 سنه. يعني بعد 18 سنه ما عادش في حاجه اسمها طفل. 19 و20 ده بقى انسان رجل بالغ عادي. يعني الطفل اللي هو المشرد اللي هو بقى تحت 18 سنه. تحت 18 سنه. فيما 18 سنه ده مش تبع لا ده مش طفل اصلا، القانون استثناه من الطفل انه بقى عدى 18 سنه ما عادش طفل. تمام. رساله حضرتك ايه لاي اب بيرمي ابنه او بنته الحالات اللي احنا كتير بنشوفها؟ والله انا انصح كل الناس عشان خاطر ربنا، عشان خاطر عيالكم، حافظوا على عيالكم، ما تحاولوش تفرطوا فيهم، لان الاطفال دول هم شباب المستقبل، دي ثروه قوميه يا استاذ عبد السلام، الشباب ده ثروه قوميه، التعداد السكاني ده ثروه قوميه. اذا كان حضرتك انت شايف دلوقتي ان في اطفال في الشوارع موجودين بنسبه معينه، صدقني النسبه دي هتقل، لان الدوله بتكثف جهودها لرعايه الاطفال دي. ومش الدوله بس، في عندنا منظمات المجتمع المدني بنشوف كتير على الفيس وعلى وسائل الاعلام شباب، مجموعه شباب بيقابلوا راجل كبير مش شرط طفل، دقنه كبيره، شعره كبير، بياخدوه وينظفوا له ملابسه ويجعلوا له مكان رائع يقيم فيه،
دي كلها حالات إنسانية. فأنت هتقول لي أنا أب وهرمي ابني ده نايف في الشارع عشان أنا مش قادر أكله، أو لا قدر الله نتج عن علاقة غير شرعية، لا صدقني لازم يبقى في تصحيح أوضاع عشان نهتم بالأطفال، عشان نحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع والتشرد، عشان نبقى مجتمع صالح نقدر نفيد نفسنا ونفيد بلدنا كلنا. في نهاية حلقتنا بنشكرك يا أستاذ أمير. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا سعيد بحضرتك جدا. طبعا في نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذ أمير متولي المحامي بالنقد. وطبعا يا جماعة احنا في عيش الواقع بنحاول إن احنا نسلط الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع لتقليلها مش لحلها. في نهاية حلقتنا طبعا وقتنا خلص، بس قبل ما اختم عايز اقول حاجة مهمة، يا ريت اللي بيرمي ضناه في الشارع يتقي ربنا شوية، لان الطفل ده ذنبه ايه يعيش المأساة دي ويتدمر نفسيا ويتحول لشخص بشع بسبب زينة او غلطة او عيشة صعبة. بجد حرام عليكم، انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في امثالكم. شكرا جدا مشاهدينا، اشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد في عيش الواقع مع عبد السلام الخواجة. شكرا والسلام عليكم.